السلام عليكم يا شباب، الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. اليوم 23/7/2021، قناة سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا. هذا اليوم يا شباب أول يوم بعيد الأضحى، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إحنا بسوق معرة مصرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله، هاي خرفان موجودة بالسوق يا شباب وضحايا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم طبعا يا شباب ما صار توزيع ضحايا بالمخيمات للنازحين، يعني حاولنا انه نرصد حركة توزيع اضاحي بالمخيمات بحيث نصورها، ما شفنا شيء. يعني السنة سبحان الله ما صار توزيع لا بالمخيمات ولا على الفقراء. السنة يعني الوضع مستغرب صراحة. يعني هذنا 35 خروف يا شباب موجودات عند اخونا غازي، ما شاء الله تبارك الله، عرضن للبيع بالسوق أوزان يعني من 55 إلى 65، يعني متوسط 60 عند أخونا دلال مختار المرجم، ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية أخوي أبو مهند. الله يجزيك ألف خير وبارك فيك. شلون السوق اليوم؟ والله سوق المعرفة بطيء شوي. بس أضاحي، ما في غير أضاحي. الأسعار إيش قد؟ الأسعار من 28 إلى 30. هذنا الخرفان إيش قد بعتوا منه شيء؟ أنا من الراس 29. بعد 29 باع منه. ما شاء الله تبارك الله، الله يجزيك الخير أخي، الله يكرمك ويبارك فيك. عندنا يا شباب 20 خروف موجودات عند أخونا أبو حمدان، أوزانهن بالستينات، الستين وتحت يعني. اللي له بين المصلحة اللي يحب يشتري منهن نقوة 1 2 3 كلهن موجودات عند أخونا أبو حمدان، رقم موجود معنا. اللي له بين مصلحة يتواصل معنا. طبعا يا شباب احنا نريد نخبركم على مسألة، يعني احنا نريد نغير اسم القناة من سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا إلى سوق المواشي في سوريا. نريد نخرج من إطار إدلب وشمال سوريا إلى عموم سوريا يعني. فبدنا نستشيركم بهالأمر. وطبعا احنا نستقبل يا شباب أي حدا يحب يصورنا من محافظات سوريا، من سائر المحافظات، من حمص، من حماة، من دمشق، من درعا، من دير الزور، من الحسكة، من الرقة، حتى من خارج سوريا ما في أي مشكلة، من العراق، من الخليج. اللي يحب يصور يوثق عنده بضاعة للبيع محروفة أو مثلا ضحايا أو أي شيء، يعني سواء معروضة للبيع أو لمجرد التصوير والعرض، يعني مجرد أنه يريد يعرض اسمه على قناتنا ما في أي مشكلة. يعني أي شيء يعني يصلنا على الأرقام الموجودة بصندوق الوصف بإذن الله ننشرها على قناتنا على اليوتيوب. يعني هذا السبب اللي خلانا ننتقل من اسم سوق المواشي في إدلب وشمال سوريا إلى سوق المواشي في سوريا بحيث نغطي كل مساحة سوريا. احنا يا شباب عند اخونا ابو عدي الجملان، نزل هالضحايا اليوم. الله يعطيك العافية أبو الفوز، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. الله يسعدك. شلون السوق اليوم؟ نعم. هذا بش قد انباع؟ 27. بش قد وزن؟ هذا حمداني يا شباب، منطقة الباب ومنطقة عفرين، واشتروا للمنظمات من أسواق الخارجية. الناس هنا المنطقة هنا من منبج ومن رقة راحوا للمنظمات وتجار المنظمات وتعدين المنظمات، اشتروا الرزق تبعهم من منطقة الباب. احنا كنا بنتمنى من الأخوة المسؤولين على المعابر قبل الأعياد ب 15 يوم يسكروا الطريق للناس تبيع رزقها. نعم. الناس تضررت، اختارت بيتها. كل الأكثر ربي طحن في جميع عدد على المصلحة. اللي عم يبيع عرضه، اللي عم يبيع سيارته، اللي عم يبيع صيغة ذهبه، يفي حق العلف ويفي كسر البضعة. الله أكبر. يعني توزيع الأضاحي على المخيمات على النازحين ما في توزيع. ما حدا شاف شيء، لا في أضاحي، لا حدا شاف شيء. ما في توزيع. ما حدا شاف شيء، لا منظمات، مخيمات، ما حدا توجه لعند مطاول. وين عم تروح الأضاحي معنا؟ المنطقة هنا يعني ما في اهتمام طاويل من هالناحية. في تقصير والله، صار في تقصير. العلف وكلف هاي 400 دولار طول خلطه، 400 دولار. نعم. بحر انا انبيع الكيلو ب 27 28 ليره. الله المستعان. هذا خسراني. عم نوال كان كيلو شعير 160 دولار بعنا ب 4 دولارات. نعم. سنة الماضي. الله يعطيك العافية يا أخي أبو خالد. الله يجزيك الخير يا أخي أبو حمزة. الله يبارك بعمرك. شلون الحركة اليوم؟ الحركة اليوم والله ضعيفة البيع. ضعيفة. إي والله.
الله. الله المستعان. بس ان شاء الله باشر يكون احسن. والله للاسف الشديد لاحظنا ان المنظمات قليله جدا. معدومه مو قليله. احنا نقول قليله جدا ما نقول معدومه. ربما انه في منظمه قاعد تشتغل خارج خارج المنطقه فيه، لكن هنا انا مريت على اكثر من مخيم ما شفت. المخيم الموجود الان حاليا لا يوجد فيه ولا ما في توزيع ابدا. اذا احتمال باشر او بعد باشر احتمال. هو اذا ما كان في زخم من اليوم الاول ما في. بس من ما في من اليوم الاول معناته اليوم الثالث والرابع والثاني 100%. الله المستعان. الله يجزيك الخير عمي ابو خالد. الله يجزيك الخير. شكرا. امين اللهم امين. شكرا لله. الله يجزيك الخير اخي ابو ابراهيم. الله يعطيك الخير وانت بعد بخير. الله يعطيك الف عافيه كرمه. شلون هالسوق اليوم؟ والله سوق الحركه يعني مقبوله شوي. مو سقف الاسعار اليوم ايش قد انباع اكثر شيء؟ اكثر شيء 30 31. اكثر شيء انباع ب 31 خفيف. اخر يوم انباع ب 28 اي نعم. انباع ب 25 و16 ومشكل السوق. الله يجزيك الف خير اخي ابو ابراهيم. الله يسعدك والله. شيخ السوق ما نستغني عنه والله. الله يسعدك. الله يفرج على العباد يا شباب وان شاء الله كل عام وانتم بخير. يعني لا تواخذونا تكلمنا بهالموضوع هذا، لكن يعني مساله حزت بنفسي. يعني المخيمات اللي حوالينا لفينا عليها ما شفنا اي يعني ظاهره من ظواهر العيد. يعني ما شفنا توزيع اضاحي، ما شفنا يعني سبحان الله. الله يجزيكم الخير ويعطيكم الف عافيه يا شباب ويبارك فيكم، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس، واعطونا رايكم بالتعليقات بتغيير اسم القناه. يعني احنا تغيير اسم القناه بس مثل ما قلنا لكم، بس مشان انه نخرج من الاطار الضيق اللي احنا فيه الى تغطيه يعني اسواق سوريا كلها حتى خارج سوريا. يعني الله يجزيكم الخير ويعطيكم الف عافيه ويبارك بعمركم.